تشرفنا اليوم بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور تكريم تحدي القراءة العربي. اليوم ما شاء الله عندنا أكثر عن 24 مليون 800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم شاركوا في تحدي القراءة العربي. الدورة الأولى للدورة السابعة تقريبا 102 مليون طالب وطالبة قرأوا الكتب. اليوم عندنا في فئة المشرف المتميز تقريبا نافس أكثر عن 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة. عندنا ما شاء الله 188 ألف مدرسة من 46 دولة. الشيء الجديد في دورة السابعة هذا العام استحدثنا فئة أصحاب الهمم، وهي ما شاء الله إضافة متميزة، لأن اليوم أثبتوا أن الإعاقة لا تقف أمام الإرادة، أثبتوا أن لديهم الإرادة والهمة، لأن أنجزوا ما شاء الله قرأوا العديد من الكتب. كانت إضافة متميزة، ونتمنى لكم التوفيق.